طيب دكتور نبيل، عايز اعرف مهندس. مهندس نبيل، يا ريت ابقى دكتور. عايز دكتور اخوف الخير. يا ريت ابقى دكتور. مهندس نبيل، حابب اعرف بقى من حضرتك قصه السباحه، هل بداتها من وانت صغير ولا بداتها بعد كده؟ الموضوع مشي ازاي؟ انا كنت بلعب سباحه من سن 10 سنين. دخلت اول بطوله كانت تتابع وانا عندي 10 سنين، وفضلت ماشي في السباحه لغايه 18 19 سنه. لعبت وتر بولو وسباحه، كنت منتخب مصر في الاثنين، وبعدين دخلت منتخب الخماسي الحديث اللي هم خمس العاب فيهم سباحه برضو. من سن 21 22 كده بطلت خالص، بتشتغل بقى اركز في شغلي وكده، لغايه سبتمبر اللي فات رجعت اعوم تاني. رجعت تاني.